بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن ما من صنعة إلا ولها صانع، وما من موجود إلا له موجد، فالسماوات والأرض والكون كله بأفلاكه ونجومه وجميع ما فيه لا بد لها من موجد وخالق أوجدها، وهو الله جل وعلا. قال لها كن فكانت، وهو قول من الله جل وعلا عظيم بديع في جميع ما يخلق جل شأنه. والله جل وعلا لما أوجد هذه الموجودات خلق البشرية، والله جل وعلا حين خلق البشرية لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا يخرجونهم من الظلمات إلى النور. فمن أولئك الرسل من كلمه الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومنهم من أوحي إليه. فجاء الأنبياء تباعا، ثم جاء نبينا إبراهيم عليه السلام بالحنيفية السمحة، وسمانا المسلمين من قبل. ثم أتى من بعده أنبياء، وأتى أيضا بعدهم موسى عليه السلام، وأوحى الله إليه التوراة، ثم جاء بعده عيسى، وأوحى الله إليه الإنجيل، وبعدهما ظل من ظل، حينما حرفت التوراة وحينما حرفت الإنجيل عمدا من بعض من أراد الله زيغ قلبه، بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من التوراة. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكان الإسلام خاتم للأديان السماوية، وجاء بالنور، فاهتدى من اهتدى من أهل الكتاب، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وكذلك أسلم من أسلم من اليهود ومن أحبار اليهود، حينما علموا الحق وأيقنوا بأن هذه هي الرسالة التي وجدوها في كتبهم. ولهذا فإنه لا يسع الإنسان في هذه الحياة إلا أن يتبع دين الله الذي هو الإسلام، والذي قال الله جل وعلا في كتابه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما أجمل أن يبلغ هذه الرسالة كل من علم الحق فيها، ما أجمل أن يتحملها المسلم في بلاد يكثر فيها دين النصارى أو يكثر فيها دين اليهود، فيبلغون هذا النور وينشرون هذه الهداية إليهم، لعل الله جل وعلا أن يفتح على قلوب أولئك الناس فيدخلون في دين الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا الجميع الهداية والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون